أنفسهم أو ينمون بمعدل تنمية حقيقي ما موجودة. فإذا كان من المفترض إيجاد فت حل وسط يحاول أن يعني كي يكون كدواء مسكن لهذه الأزمات الاقتصادية. يبقى هذا الاقتصاد معتمدا على الاقتصاد العالمي بشكل كبير في المسائل الكبيرة والصناعات المهمة، إلا أنه هاي الصناعات التشغيلية ستكون بمثابة عملية توليد للدخول للأفراد العاطلين عن العمل أو للموارد غير الموظفة، فتقوم بدورة اقتصادية بحيث أن هذه الدورة تعفي الاقتصاد من الوصول إلى مرحلة الكساد. هذه وجهة نظر اقتصادية. نلاحظ أنه منذ أواسط التسعينيات وحتى الآن باتت تنتشر كثيرا ثقافة المشاريع الصغيرة وإدخال هذه المشاريع الصغيرة ولا سيما على القطاعات المهمشة، سواء كانت هذه القطاعات من النساء أو من العاجزين أو من الناس العاطلين عن العمل. إذا هذه القضية يراد منها إنعاش الاقتصاد ولو بصورة جزئية. هذا من جانب. هل يراد في العراق أن تنشأ مثل هكذا قطاعات؟ طيب ما ليس هنالك منظير على الأقل نمتص البطالة الناشئة وأيضا نشغل الفئات المهمشة وبالتالي ننقذ الاقتصاد، لكن في الجانب الآخر نحن نمتلك أصلا مشاريع صناعية قائمة فعلا وكانت ناجحة. يجب أن تحدث هذه المشاريع. تحديث هذه المشاريع والقفز بها إلى مستويات متقدمة يحتاج إلى تدخلين، تدخل سياسي من خلال قرار سياسي، يصنع القرار من صانع القرار السياسي الاقتصادي، وقرار تمويلي، لأنه لا يمكن لك أن تحدث عملية تطور صناعي دون وجود تمويلات، وهذه التمويلات أيضا تتطلب استيراد للتكنولوجيا، والاستيراد يتطلب تمويلا بشريا، وهذا البشر أيضا تدريب وتأهيل ونقل إلى مستوى يؤهله لاستخدام هذه التكنولوجيا بحيث ينتج بضاعة تكون بمستوى توازي السوق وتتمكن من المنافسة حتى في ضمن السوق المحلية، لأن السوق المحلية وكما أشاروا الأساتذة هي أيضا سوق قد أغرقت بالسلع، والآن المستهلك له حرية الاختيار، فيجب أن تكون منتوجاتنا بمكان من الجودة بحيث تتمكن من المنافسة وتفرض نفسها في السوق. إذا يتطلب هذا التدخل الكبير. هذا التدخل الكبير إذا افترضنا أن الدولة قالت أنه أنا لست يعني لا أتمتع بالإمكانيات الكافية ولا أريد القطاع الصناعي أن يكون عبئا علي، إذا في هذه الحالة يجب أن تقبل الدولة بمساهمة القطاع الخاص. عند ذاك لا ضير من وجود قطاع مختلط، لا ضير من أيضا وجود عملية خصخصة ولكن سليمة ونزيهة وشفافة، يعني ليست كخصخصة النظام السابق عندما كانت الخصخصة هي فقط عملية نقل ملكية من القطاع العام إلى أسماء الأشخاص من العائلة الحاكمة ومن أقارب صدام حسين. لا، يجب أن تكون عملية خصخصة شفافة ونزيهة تجري وفق ضوابط تقسيم الأسهم وتباع أيضا إلى العاملين إلها إلى الشركات كما جرى في مثلا في القطاعات. إذا كان لديها هذه المليارات التي تفضل مشكورا الدكتور ماجد الصوري وأشار إليها، لماذا لا توظفها في هكذا استثمارات وتكون بالتالي أيضا توظيف اقتصادي لهذه الموارد، ثم تخلصها من مشكلة أساسية وهي مشكلة البطالة، وبعدين أيضا تحقق قفزة نوعية للاقتصاد يشكل لها أيضا منجز يحسب لها في التاريخ وأيضا يحسب في تاريخ الاقتصاد العراقي. أنا ما أعرف، أتساءل وأرجع إلى نقطتي الأساسية، أقول أنه المسألة ترجع وتصب في باب سوء الإدارة الاقتصادية، لأن كل هذه المسائل. طيب دكتورة سميسن، عقولا دكتورة سميسن، يعني الدولة تقول أن هناك فساد إداري وهناك مشاكل أمنية تمنع الاستثمارات وتمنع تمويل هذه المشاريع. طيب هي الدولة تمتلك ناصية القانون وناصية الإلزام واتخاذ القرار. فساد إداري ألا تجدر مكافحته؟ يعني منظمات مجتمع مدني يمكن لها أن تكافح الفساد، لكن على يعني على كم، يعني أين يبلغ مستوى المكافحة؟ لا يمكن له إلا أن يتجاوز حد التثقيف وحد التوعية. نحن هنا نتطلب من الدولة أن تقف حازمة بوجه هذه الإجراءات. وصحيح كل الأشياء تلقى على عاتق الدولة، والدولة الآن تقوم ببناء مفاهيم جديدة وتقوم بتحضير كل شيء كسابقة لإنشاء دولة عصرية ومؤسسة قوانين، لكننا أيضا نتطلب الجدية والتضحية. يعني هذا الشيء مثل ما ذكر الأستاذ حسام، يعني هو مسؤوليتنا كلنا.
من أبسط فرد في المجتمع إلى أكبر واحد. نحن لدينا صناعات، هذه الصناعات تعاني من مشاكل. أبسط المشاكل مثلا ملف الطاقة، ممكن لنا في المناطق الصناعية أن نشمل هذه المناطق بالطاقة الكهربائية على الأقل خلال ساعات النهار، من الثامنة صباحا إلى الثالثة ظهرا، بعد ذلك فلتقطع الطاقة عن تلك المناطق. أنا حضرت أكثر من اجتماع لاتحاد الصناعات يطلب رجال الأعمال مجرد توفير الكهرباء في هذه الساعات فقط، تصور، من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر، وحتى يمكن لهم أن يقوموا بالإنتاج. هل يمكن لك أن تتصور كم منطقة صناعية في بغداد، في المستنصرية، في جميلة، في كسرى وعطش، في الشعلة، في الكرخ، في عدة مناطق، لو وفرت هذه المناطق الصناعية مناخا صناعيا كافيا وإنتاجيا لأمكن لها امتصاص هذه البطالة الموجودة، وأيضا لأمكن انتشال أرباب هذه الصناعات من واقع الفقر والمديونية الذي يعيشون فيه، ومن ثم تحريك الاقتصاد بعجلة جديدة تساهم في دفع الطلب الفعال وتساهم أيضا في الوصول إلى حالة من التوازن العام. نعم دكتور ماجد السوري، عندما نتحدث عن مسألة الصناعة والمشاريع الصناعية يتبادر في الذهن مسألة التمويل ومسألة الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات الأجنبية كما تعلم حضرتك مربوطة بمسألة الملف الأمني، هناك مشاكل أمنية يجب أن تحل حتى تأتي رؤوس الأموال إلى العراق. مسألة التمويل أيضا مسألة سياسية لها يعني تشعبات سياسية، بعض المواضيع يجب أن تحل بين العراق ودول أخرى حتى تتم تمويل مشاريع صناعية كبرى في العراق. إذن سندخل دائرة، كيف يمكن الخروج بطريقة تؤمن تمويل واستثمار أجنبي في القطاع الصناعي العراقي؟ إذا تسمح لي باعتبار هذه آخر مداخلة أن أرد التحية إلى الصديقين العزيزين الأستاذ حسام الساموك والدكتورة سلام سميسم، وأرجو وأتمنى لهم كل الموفقية في جميع المجالات. طبعا المسألة الأساسية هي تصب في جانب واحد ومهم جدا، وهي تغليب السياسة على الاقتصاد. ما هو الفرق بين النظام الشمولي والنظام الديمقراطي؟ نحن نقول نحن الآن نظام ديمقراطي، وديمقراطية يجب أن تستمر في مجالات مختلفة، اجتماعية واقتصادية وسياسية وفي جميع المجالات. لكن المشكلة يعني وأن النظام الشمولي هو الذي يغلب السياسة على الاقتصاد، نحن نسير في نفس الاتجاه، تغليب السياسة على الاقتصاد، ولا يوجد اهتمام فعلي بالعملية الاقتصادية. وأنا أستطيع أن أؤكد مرة أخرى على أن هناك أيادي خفية وعلنية تعمل على تخريب الصناعة وتشجيع الاستيرادات، وأكبر دليل أن من 2004 بحدود 10 مليار دولار كانت الاستيرادات، في 2008 وصلت إلى 36 مليار دولار. هذا الموضوع معناه أن هناك أيدي غير واضحة للجميع، أن هناك تلاعب في العملية الاقتصادية إلى صالح التجارة وضد الصناعة وضد الزراعة. المشكلة مشكلة التمويل، يعني دعنا نرى في هذا المثال.